بالنسبة للمركب الاجتماعي ابتسامة ديال مكناس، هو كيشتغل مع فئات متعددة من خلال 4 وحدات. وحدة ديال الفضاء المتعدد الوظائف للنساء اللي كنستهدفوا فيها النساء في وضعية صعبة عموما، والنساء ضحايا العنف يعني بصفة خاصة. كذلك أن الوحدة ديال الإسعاف الاجتماعي المتنقل اللي كنستهدفوا فيها الأشخاص في وضعية الشارع، وذلك من خلال القيام بجولات يعني ليلية في الأزقة ديال مدينة مكناس، أو من خلال الشركاء ديالنا سواء الشرطة أو المحكمة ولا يعني السلطات عموما. فاحنا كنقوموا بالايواء ديال هذه الفئه هذه، وكنقدموا الايواء المؤقت الاستعجالي الى حين ادماج هاد الاشخاص سواء في يعني في المحيط الاسري ديالهم، او ندمجوهم في مؤسسات مختصه اللي كتقوم بالايواء الدائم. يعني احنا عندنا تطلعات وعندنا طموح يعني نقدموا خدمه افضل للمستفيد، يعني المستفيدين والفئات اللي كنشتغلوا معاهم. دائما كنسعوا لشراكات اخرى مع يعني منظمات ومع اللي تقد تمولنا مشاريع يعني لهاد الفئات. يعني حنا دابا كما قلت لك حنا كنقدموا لهم خدمات في اي المكان، ولاني دائما يبقى التمكين الاقتصادي هو الذي يطرح نفسه في العديد من المشاكل. فبالتالي حنا ما كرهناش نطوروا الخدمه ديالنا على اساس يكون يعني واحد التمويل مشاريع لهذه الفئات هذه، سواء كانوا الاشخاص اللي في وضعيه الشارع او النساء اللي تواجهوا عنف. فنبغيو نديروا لهم واحد المشاريع مدره للدخل ونواكبوهم. اذا بالنسبه لهذه الحالات اللي كنستهدفوهم تيجيو عندنا هنايا للمركز، وبدورهم كيستافدوا من مجموعة ديال الخدمات. إذا أول حاجة تقدمها هذا المركز هي الإيواء الاستعجالي، وأسطر عليها وليس الإيواء الدائم، يعني الإيواء لمدة مؤقتة إلى حين أننا نحل المشكل ديالهم وندمجوهم سواء في الأسر ديالهم سواء في مؤسسات خاصة بهم. مع الأسف يعني هاد السنوات الأخيرة يعني مجموعة المراكز ما بقاش كتبغي تستقبل معدنا الحالات، يعني ولاو عندهم ديكريتير معقدين اللي كيصعبوا علينا أننا حنا فين غادي نوجهوا الناس. يعني كما قلت لك عندنا ايواء استعجالي، يعني عندنا الطاقه الاستيعابيه فيها 13 سرير بالنسبه للراجل، ولكن غتلقى عندنا في السنه كيتردوا عليها بزاف ديال الناس لان خص يكون ايواء استعجالي، غادي يدخل خصو فين يمشي. دابا كتلقى عندنا ناس اللي دوز اكثر من سنتين لان تم الرفض ديالو باش انه يتم الادماج ديالو في مؤسسه الرعايه الاجتماعيه. واش حنا هزينا من الشارع وغادي نعاودوا نرجعوا للشارع؟ لا يعقل. اذا هذا نداء ديالي باش ان جميع المتدخلين في مدينه مكناس كل واحد من جهته انه يتحمل مسؤوليته، وانه اللي مختص في فئة معينة أنه يدير يديه حتى هو ويتم الإيواء ديالها بسهولة، لأن ما يمكنش هذه الفترة اللي هي فترة حرجة واللي خص فيها التدخل ديال الجميع. مثلا نقولوا كتنخفض فيها درجة الحرارة، هانتوما يعني شتو أحوال الطقس كي دايرة مؤخرا، يعني الشتا كيفاش كطيح بكثرة، يعني خاص كل شيء يتحمل مسؤوليته، سينو إلا وقع عندنا الضغط حنا غادي 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 يكثر عدد الحالات، غادي يعمر المركز، ما غاديش نقدو اننا نستقبلوا حالات اخرين ونقدو نسعفوا حالات اجتماعيه اخرى اللي محتاجه التدخل ديالنا. المدينه هذه حبها الله بهذا الفضاء هذا وبهذه الوحده، لان هي مجهزه خاصه بالايواء، عندها مركز استقبال، والاكثر القوه ديالها هي انها عندها سياره مجهزه وفريق عمل متكامل ومنسجم ومهني. الاسعاف الاجتماعي المتنقل ما كيخدمش كباقي المؤسسات الاخرى ديال الرعايه الاجتماعيه التقليديه اللي كتنتظر المستفيدين ديالها يجيو يزورها ويطلبوا المساعده، بينما فريق الاسعاف الاجتماعي المتنقل هو اللي كيتنقل الى اماكن تواجد الحالات الاجتماعيه وهو اللي كيعرض عليهم المساعده. وهذه المساعده تختلف حسب كل شخص، وربما كتكون مساعده شموليه، مثلا كتلقى طفله ولا طفل في قارعه الطريق في الليل نظرا لان كاين هناك واحد نزاع اجتماعي ما بين الام والاب، وبالتالي ان هذه الطفله هذه كتصيب ان كاين هناك تفريط في الرعايه ديالها الابويه وكاين الغلو في التفريط، وبالتالي انها كتلقى راسها في قارعه الشارع في الليل في الشتاء في البرد، ربما حفيانه، ربما ماشي ربما بل هي ما يعني ناقصه الباس. وهنا هذه الحاله هذه هي لها اثر نفسي على الفريق اكثر من اللازم. اذا هذه حاله
سميتو. كاين الحالات اللي كتلقى مثلا رجل مسن ما عندوش اسره، ما عندوش امتداد اسري، وكيعيش في شي دار مثلا وفي شي دار كيكريوها المحسنين، ولكن واحد النهار داكشي كينقطع، وبالتالي كيخرجوا مول الكره وكيخرج للشارع، كيخرج كيبقى غير جالس تحت الفضاءات المهجوره، ولا كيمشي في الخرب ولا شي حاجه كينعس. ولكن اللحظه اللي كيتصاب بالوهن وكتصاب الصحه ديالو بالانهيار، ما بقاش قادر انه يتحرك وقادر يكسب القوس ديالو، كيبقى في هذاك الفضاء المهجور، عرضه لبزاف ديال المخاطر. وبالتالي حنا فاش كندخلوا لعندو كتلقاه اما غالبا انه ما تلقاه ما لابش حوايجو، وخصوصا في هذا البرد، ربما الاغراض ديالو البيولوجيه قاضيها في دوك الحوايج، ربما طايح عليه الشتاء الى اخره. يعني كاين واحد الحاله اللي هي جد ماساويه في الحقيقه فاش كنلقاو الناس في هذا الشارع. ورغم ذلك ان الفريق زعما كنستغل الفرصه لهذا المنبر انني نوجه لهم التحيه، تحية الخالصة، وكنحثهم للمزيد من الصبر ومزيد من تعيسه في الزنقة تناكل شرب حبا بلا سيجيبوا لي بحال وجهك، كل واحد شنو سيجيب ليها قهوه دوازه كلشي. حيت انا معروفه البوسخي ديالي الراجل ديالي كان معايا ومات، بقيت غير بوحدي صافي. يلا بقيت بوحدي، الناس تعيشوا تطيبوا تيجيبوا ليا في الليل يا في النهار يا في الظهر يا في المغرب. وتنجلس تما كاين انا وقت طاطي، مره تنعس تما كاين في الارض، وواحد السداري والحويزه تيجيبوهم لي، لا الغطا ولا كلشي تيجيبوهم لي. الله يرحم والديك اولدي. ولا يستر. جيتي لهذا المركز هذا شحال تقريبا؟ ايوا ما عرفتش الحساب ديالك. ما نعرف. راين وانا هنايا، الظروف زوينه هنايا، وبوجودك الشريفه راها هي وهاد البنت هاد. والله بوجود هاد الشريفه وهادوك. وبناس اخرين عاوتاني معلمين تيضربوا لي ليباري. وكنت مجوج وخدام قزار في المارشي ديال الهديم، وخدام وكبرت بنياتي وتهليت في المرأة. نهار اللي مرت سيدي بلاكريز لاحتني للزنقة وقالت لك سيدي طلقني، ما بقيتش باغياك. من ديك الساعة وانا اخويا كنعس في الزنقة احتمت بالبرد، عاد جابني مساك القضاء لعند هاد الناس هادو اللي هنايا. وهاد الناس هادو الله يكبر بهم والله يكثر خيرهم، هاد الناس الخيرية راه من المدير وهما هابطين، الله يكثر خيرهم، الله ينفينا احسن التاليه.